السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على اتحادية زتشي، وان هذا الفتى الذهبي كما سمته وسائل الإعلام الخبيثة لم يقف عند حد عند هذا الحد، بل أكمل الطريق بتغيير بعض القوانين فيما يخص الرابطة الولائية وخاصة الرابطة الوسط. يعني باش يكون على بالكم باللي باكيري، هذا باكيري قلعوه من الرابطة، بصح باقي عضو معاقب وكلش وشادين له العضوية تاعو في طوق قال راه عندي 11 ولا 6 ولا 7 ولا 8، المهم يقابل به، هو معاقب غير شرعي، اتحادية غير شرعية، اتحادية جابتها العصابة، رابطة جابتها عصابة. وين رانا رايحين؟ راني شوف، كنت انا قلت بالك ما نهدرش عليهم هذو الايامات صحيح منا، بصح كي عرفت بلي مازال لا غانا لا كاميرون غير هدرة، وعرفت بلي اتحادية ما نجمناش ندبرو استاد المنتخب الوطني تينو فيه والناس ساكتة والناس عاجبتهم، واحد رايح يهدر لك مليها، واحد يهدر لك على 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 بن ناصر، واحد يهدر لك على ينشر لك تصويره تاع بن سبعيني، واحد يهدر لك على عطال. يا ودي هذوك يلعبوا، خلينا خلونا راهم يلعبوا هذوك، صايك هذوك نحتاجوهم للمنتخب الوطني، ما تقصرولناش باللي مصداقيه والزبل تاعكم ياكم تعلمتوا هذه مصداقيه وتعلمتوا هذه الزبل هذا تاعكم هذا، والله العظيم تعلمتوا هاد الصوالح هذه، ما كانش كاع كاينه هذه كاع ما كانش كاينين، بنتكم بان معاكم الهم، والله لا بنتو بان معاكم الهم كاع كاع الهم تاع سيدي ربي بان معاكم، الزبل في الزبل لا بينا كاع تعرفوا نتوما ما تعرفوا منا، هذا راه الصح، هذا راه الصح اللي داينك مدخلينك في حيط، خاطش منا 2022 غادي ما تصيب على من تهدر، غادي ما تصيب على من تهدر الى قعدت هذه الاتحاديه، الى العساس تاعهم راه يضرب عليهم في الخفاء ما عندك على من تهدر. انا نقول لك فيما يخص وينشنهم كيفاش المهازل اعتماده عدم وينشنه كيفاش تعادم النزول لبعض الفرق الوسط كي يربح سمعته، وشنا كيفاش يقف عند حد، وشنا كيفاش ما وقفش على على قانون واحد ولا، بل اكمل الطريق بتغيير بعض القوانين فيما يخص الرابطه الولائيه وخاصه الرابطه الوسط باعتماد عدم نزول لبعض الفرق الوسط لكي يربح سمعته في هذه الولايات والحفاظ على مصانعه لاغراضه الشخصيه، باش يكون على بالكم خاطر بنادم كي نهدر لكم كيما كاني عارف شراني نهدر، انا عارف شراني نهدرو، على بالك بلي الرابطه تاع بومرداس حنا الله يطلق سراحه رئيس الرابطه راه في الحبس، ما على باليش تادار والله ما على باليش تادار، على بالك راهي نائبه هي يقول لك 6 شهور دير انتخابات، على بالك بلي هذه النائبه في عامين مراه دايرين مراه قاعده فماك عامين ما كان لا انتخابات لا والو، مخليينها دمر وصعيب غمس ولمس تاع غمس ولمس راهم كيما هكا وصعيب، وهو كيفاش راح ما بغاش يطيح الفرق تاع في الوسط واحد البلايص ما بغاش كيما نقولوا حنايا عنده وزين هنا في تادلس، اي قال تادلس ما طيحش وطلق الهضره بلي زاتشي قالنا ما طيحوش، هاي كيما هكا صار لي كيما هكا، انت ساكن في راك ساكن في 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 كيما نقولوا حنايا راك ساكن كاش بلديه صغيره ولا عنده وزين هو هي ما طيحش ما طيحش، الا ما تنجمش تطلع ما طيحش يعاونك باش تطلع، الا ما نجمش ما طيحش، كيما ليسبيرونس ترجي لهنا ترجي ترجي مستغلين، ما دام زتشي في الاتحاديه يا ترجي ما تشوف الضوء، علاه نقول لكم ما يشوفوش الضوء، ترجي ما باعولوش ذاك العام، هو بيطيح وباريكو بيطيح ما باعولوش، ربحوه جاب مليار و400 وضربوا له 600 مليون، جاب مليار و مليار و400 وضربوا له 600 مليون، ردوا طلقوه من مستغاليم يبكي
حاقد على الترجي. والله يا الترجي ما استش كانت البرومي العام اللي فات في لالي طاحت على طاحت طيحها. والمكالمة تاع رئيس الرابطة ونشوف لكم الماتش تاع بليدة ونشوف لكم مع جوار. جوار كان يلعب عنده في شلف يا ودي. انت يقول لك بين حاربوا الفساد وما يشروا لي ماتش، يقول لك بين حاربوا الناس اللي يشروا شات شي. انت يا كي توما المنبع تاع الفساد، منبع المنبع يخرج الفرفاره تاع المام يبدا يفرفر. انتوما كيما راك الفساد عندكم، انتوما كنتوا بيت الفساد. انتوما كنتوا في الناسيونال دو في الريجيونال اللي با يطلع يجيب لكم درام، انتوما تطلعوا خاطش على كنتوا مخدمين لي زاربيت ولاد لي زاربيت ولاد رؤساء الرابطات ولاد لي بريزيدو مخدمينهم عندكم في الوزينات تاعكم مازالوا لليوم. وشلنا في تصريحات سابقه ونشدنا كيفاش كنا صح لأغراضي الشخصية ليقوم بعد ذلك بإطلاق مشروع مركز التكوين الأربعة على مستوى الجهات الوطنية التي كانت أول مشاريعه في تصريحاته السابقة والتي بقيت إلى حد كتابة هذا الأسطر حبر على ورق. وبالتخصيص اعتماد المالي يقدر بحوالي 90 مليار سنتيم للمركز الواحد، أي التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تقدر بحوالي 360 مليار سنتيم بدون احتساب تكاليف ومصاريف والمكتب الدراسات والمصاريف الأخرى تخص هذه التعليمات. هنا نفتح قوس في هذا المشروع كما هو متعرف عليه بالاعتماد على المكتب الدراسات العلمية والهيئة المختصة في هذا المجال. تكلفة المركز التكوين الواحد بمقياس دولي معترف عليه يكلف حوالي 25 مليون أورو، أي 450 مليار سنتيم بالعملة الوطنية. ليبقى السؤال يراوز البعض، هل صحيح هذا الفتى يريد إنجاز مركز تكوين أو مراكز تحضير؟ هنا المفارقة والجزم قاطعا أنه لا يريد إنجاز مركز تكوين بل مركز تحضيري، وهذا لتماشي والتصريحات السابقة بل الدر لذر الرماد على عيون من أجل ربح الوقت أكبر والرجوع إلى تصريحاته وقراراته السابقة. شنا تالية مشي راح بالعباس قال لهم باللي يودي بندي لكم مركز تكوين كاين. أنا راني نوجه رسالة للناس تاع بالعباس، يا ودي خلينا معسكر يا ودي. سعيدة راهي وطية، سعيدة بيديروا بازارات سي جاية ما بين الرباحية، ما بين الرباحية وسعيدة الدخلة غير فماك. ميجي داخل على الجهة على اليسرى تاعك وميجي خارج على اليمنى، ميجي داخل على اليسرى وميجي خارج على اليمنى، هايوا باش يكون على بالكم. يجي يقولك بلي يا ودي انايا انا بين ابني ما دارش حفر بالعباس بالعاني يبغي يطيحها ومن بعد يتهم مع الوالي يقولوا ندي ارض اعطيني ارض. راه غير يدي في الاراضي في بلعباس التاليه تاع عاملي بلعباس ربحت انزيرو في ربحت انزيرو في الجزائر باش ما طيحش، ربحت وقيلا باراد وانزيرو فما قدا 12 قطار جويه بلعباس. المهم داخل في غابه ولا ما عرفت راه داخل كيما جويه خميس مليانه داخل في غابه داير وزين في وسط غابه، والله لا وزين في وسط غابه باش يكون على بالكم. بل كانت سمعت وين نقولوا باللي شفنا كيفاش لا يريد انجاز منها سواء مركز تكوين او تحضير ولم يقف عند هذا الحد، بل كانت سمعت الجزائر قد تهاوت وتدهورت واصبحت في الحضيض في قضيه مستشاريه الشخصي وذراعه الايمن عمار بهلول، وخاصه وين النائب تاعو حداد وين شفنا كيفاش راه في السجن. وكاين اللي يقول لك كيفاش النائب تاعو في السجن هو ما جبدوش. نهار اللي تشوفوا حداد يدوه ويجيبوه فما تشوفوا تعرفوا شنو كاين. حنايا نعاودوا نولوا نتكلموا غير على الناس اللي راهم ساكتين على الصح، الناس اللي راهم ساكتين على الصح صحفيين. والله العظيم يا دي الخدمه انا حقيقه ما نهدرهاش، نورمالمون القنوات يهدروها والصحافه تهدر. لازم الضغط من عند الصحافه، لازم الضغط من عند الصحافه. ما دام الصحافه لاعبينها واحد داير لك تصويره مع بالماضي، واحد داير لك تصويره مع 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 الشاب نصرو، واحد داير لك تصويره مع محرز، واحد يا ودي اهدر على الصحافه.
هاودي ما صناش ايكيب باش نلعبوا معاها. ضروا كيما راني نهضر ما كاش ايكيب دعايات خاطر تصابوا. تشاد دارت، موريتانيا دارت، المغرب داروا، تونس داروا، مصاروات، حنا ما كاش. روحوا دخلوا للسيت تاعهم، ما كان والو، ما كان والو، ما كان والو. صاي من غانا، من غانا الكاميرون قال لك غينيا شافت معانا، ومن بعد قال لك لا الا ما كاش نلعبوا مع الكابون، الا ما كاش كاع نلعبوا مع سايك ما صاوي نقصوا، غادي تا يقول لك نلعبوا مع تادلس. اي كيما هكا والله ما تربحوا ودي، والله يا الربح ماكم شايفينه، وربي راه يكشف فيكم، ما ربي يبهدل فيكم، وكاين الخاين وكاين العساس تاع الخاين.